من حديقة الأمراء بمتحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس. يجتمع العالم ويتهافت العشاق من كل دول المعمورة من أجل اكتشاف خبايا هذا المكان. إنه متحف اللوفر قصة وحكايات كبيرة للتاريخ، التاريخ الذي لا يرحم. طبعا هذا هو معلم متحف اللوفر الشهير للضاحية الغربية لفرنسا، الضاحية الغربية الجنوبية للعاصمة باريس. من هنا من متحف اللوفر إلى اللوراري باريس.